مي عز الدين كان عليها هجوم صعب قوي، برغم ان هي عامله مجهود كبير، وخصوصا فكره المكياج وسكسكها صعب. المسلسل بدات الاحظ انه بعد الفرح وبعد ما كاظم اتجوز بيسا بدات الناس تتابع المسلسل ويبقى ترند على السوشيال ميديا بشكل ايجابي، يعني القصه اتحولت شويه او بقت في حاجه لافته نظر الناس. مشاكلي في المسلسل كاظم ذات ناس والله مش هزار، بس بجد يعني مش عارف، انا ما شفتش كده يعني. انت ممكن الناس اللي عندك، انا بقول الناس انا مش بقول رايي، انا بقول لا ما انا بقول لك الناس اللي عندك، بس انا ما شفتش حد لغايه دلوقتي يعني. انا بقول لك انا عن نفسي المسلسل مش مضايقني على فكره، وفكره والستايل اللي مي بتمثل بيه ده موجود، ومش عيب يا جماعه ان حد يجرب على فكره خالص. يعني مش عيب ان حد يجرب، ومش عيب ان انا افشل. اصل انا مش يعني مي عز الدين، احنا مش هنقول ان مي عز الدين عملت البرنسيسه، لا، مي عز الدين دي عامله حاجات كتير حلوه وعملت حاجات كتير ناجحه، والسنه اللي فاتت عامله رسائل من احسن المسلسلات يعني. بالظبط. ففكره ان انا اقول ان مي اخفقت السنه دي مش عيب، وعادي، وهي ميزت نفسها لو طلعت قالت كده مش عيب، ولا هيقلل منها. ده حقيقي. بس انا شايف لا، المسلسل ما عملش اللي مي كان في دماغها، بس برضه ناجح عند طبقات وفئات معينه. بالظبط.